يقول كانت فاطمة سلام الله عليها كأحسن ما تكون عليه المرأة، قامت غسلت رأس الحسن والحسين، ألبستهما ثيابهما، صنعت لهما طعاما، ثم قالت اذهبا إلى أبيكما علي إلى المسجد. فخرج الحسنان إلى المسجد. تقول أسماء دخلت فاطمة إلى الحجرة لتصلي وتقرأ القرآن، بينما أنا أسمع صوتها بالقرآن إذ انقطع صوت فاطمة، فدخلت عليها الحجرة وإذا بها ممددة نحو القبلة والرداء على وجهها، كشفت الرداء غنى وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. يا قلب يا قلب ذوب وهل دمعي على الماتت وتصرخ يضلعي. رجع الحسن والحسين إلى الدار، استقبلتهما أسماء، تقول قدمت إليهما الطعام، أول سؤال أين فاطمة، أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة. قالا وما ينيم أمنا في هذا الوقت، ليس من طبعها أن تنام هذا الوقت. تقول وضعت طبق فيه طعام، كلا يا قرة عيني رسول الله حتى أخذ الوقت إلى أن يعود أمير المؤمنين، كلا من هذا الطعام. حسن حسين يا نور عيني كلا. تقول أطرقا برأسيهما إلى الأرض وفاضت دموعهما، فاضت عيناهما بالدموع، حسوا بشيء، أحسا بشيء. وإذا الإمام الحسن يقول أسمى من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا فاطمة؟ كل يوم نأكل معها، ليش اليوم ما حدنا؟ فقام الحسين سلام الله عليه إلى الحجرة مهرولا، الإمام الحسين جلس عند رأسها يقبل رأسها ويقبل رجليها. تقول أسمى والله لقد كسر قلبي الحسين، سمعته يقول لها أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني، ويقبل رجليها. كذلك الإمام الحسن اذهبا إلى أبيكما علي واخبراه بموت أمكما فاطمة. أقبلا إلى المسجد في بكاء ونحيب، استقبلهما الأصحاب، ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قالا لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. لما سمع أمير المؤمنين وقع في المسجد مغمى عليه، نثروا عليه شيئا من الماء، فلما أفاق أقبل مع الحسن والحسين إلى الدار، فجلس عند رأسها يقل الهدى قل ليل اشتايسين مرد جبدت يم حسن وحسين، يقل لبوكت غسلي يا ابو الحسني أنا أريد اللي تشوف عليه تصبر، وتراني طاهرة ولو غسلتني أريدك لا تجس ظلمي ومتني. يقول والله إنها كانت كريمة ميمونة، وضعتها على المغتسل، كلما أردت جانبا انحل تحولت إلى الجانب الآخر. ثم قلت حسن حسين زينب هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. أقبل الحسن والحسين يبكيان يا بنت رسول الله وغربتنا من بعدك، أبلغي جدنا السلام عنا وقولي له إنا بقينا يتيمين بعدك منكسرين. يقول الإمام نظرت إليها حنت وأنت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها، وإذا بالنداء من السماء يا علي يا علي ارفعهما، فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء، وقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. جاء بها إلى القبر في ذلك الوقت الرهيب، في الهزيع الأخير من الليل، التفت إلى الناس الذين مع هؤلاء حفنة من الرجال، عباس الفضل بن العباس ارجعوا، ثم قال يا أبا ذر عم خذ بيد الحسنين وارجع بهما إلى الدار. أنزلها في القبر أهال عليها الترب،
في تلك اللحظة هاجت به أحزانه، اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك، السريعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي، صد وضاقت بعين الوسيقة، ونادى يا رسول الله الوديقة، ردت ليك والمهلة سريقة، مكسورة الضلع والجفن محمر. الإمام يقول لرسول الله، يقول: وأحفها السؤال واستخبرها الحال. من كلمة وأحفها السؤال يظهر أن الزهراء ما كانت عندها نية أن تخبر حتى أباها رسول الله بما جرى عليها من المصاب. التفت شلون؟ يعني هي أخفت القضية على أمير المؤمنين، بس الإمام لما يقول وأحفها السؤال يعني أنه حتى النبي ما راح تخبره الزهراء بما جرى عليها.